فالسيد عدنان درجال يعني ليس سراً هو الرجل عمل في التدريب وعمل في الإدارة، بالتالي قد يعتقد هو بأنه الأصح هو الأكثر حكمة في إصدار القرارات، ولعل ما وصل إليه المنتخب الوطني، وهذا أيضاً ليس سراً ويمكن يجيب عليه أيضاً الدكتور أسعد لازم، يعني واحدة من الأشياء اللي تم تأشيرها على عمل السيد عدنان درجال بأنه كان يعني أحادي القرار. أحادي القرار؟ نعم في التخلي. ما وصل إليه المنتخب الوطني نتيجة قرارات عدنان درجال منفردا؟ هي ليست يعني قرارات منفردة، يعني تحدثت موضوع يعني لجنة المنتخبات، هو طالما رئيس اتحاد كرة القدم وهو واجب ضمني، طالما هو موجود رئيس اتحاد فهو ما يطلع يعني العمل يكون خارج الاتحاد، فهو أيضا عمل ضمن منظومة كرة القدم هي لجنة المنتخبات، وأنا أعتقد عمنا في لجنة المنتخبات ليس هو تواجد يعني 24 ساعة أنت متواجد حتى في حل مشكلة، هي تشكيل منتخبات ومتابعتها، وعندك مدراء الفرق وعندك لجنة فنية أيضا هم التابعين، يعني أكو جسور مع بعضها لجنة المنتخبات ولجنة الفنية. أما موضوع القرارات يعني تعرف الكابتن عدنان درجال عنده رؤى واضحة وعنده يعني خلفية كبيرة بهذا المجال الإداري والجانب التدريبي، فلهذا عندما يتعامل مع الأدوات مع كل المدربين العامين حتى إذا مستوى محلي أو مدربين محترفين أجانب يعرف من أي بوابة يتعامل معهم، لأن عنده رؤية وعنده يعني خبرة بهذا المجال، ولهذا يكون هو صاحب القرار، وأكيد إذا كان هو رئيس اتحاد فهو رئيس لجنة منتخبات، هو يعني هو كيف يتعامل وهو قائد بهذا جيد المجال. بس هذا بالجانب الإيجابي، يعني نعم. اليوم إذا المنتخب وصل لمنزلقات خطيرة ما تأهلنا تفاصيل خرجنا من بطولة العرب نحاسب درجال؟ أخويا سعد علي أنتم اليوم بالشارع، أنا أتحدث لهذه اللحظة، المدرب لا يتحمل مسؤولية إخفاق المنتخب، هذه المسؤولية يحملها اللاعبين. اليوم مخرجات الدوري دا شوفها اليوم كله سنتر شوت وكله طويل، وما عندنا اليوم كرة قدم، ما عندنا منظومة لعب مناولة دبل باص شكل، يعني تشوف تنظيم الفريق شوف لأي فريق هسه بالدوري العراقي لحد الآن خلي مشيله 4-5 مناولات صحيحة حتى يكمل.